إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا إخواني في الله، مع كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر، نعيش مع الجزء الثاني صفحة 1300. فبعدما ذكر رحمه الله في الدرس الماضي أن العلماء يصيبوا ويخطئوا، ولا يجوز لك أن تأخذ كل كلامهم مسلمة، وأقام الأدلة والبراهين على أن العلماء يصيبوا ويخطئوا، فوصل بنا المقام إلى مسائل. المسألة الأولى، وهي نقض عبارة كل مجتهد مصيب. نقض عبارة، اكتب عندك، ليش ما بتكتب؟ نقض عبارة كل مجتهد مصيب. فأن نقول أن المجتهدين جميعا مصيبون، ولا يوجد خطأ وصواب، وهذا يقول حلال وهذا حرام، فكيف كلاهما على صواب وهذا يقول حرام وهذا يقول حلال؟ لا بد أن يكون أحدهما أصاب والآخر أخطأ. نعم، عند نفسه مصيب، لكن كما ورد في السنة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. اثنين، النقطة الثانية في هذا التبويب، وهي تصريح السلف من الصحابة والتابعين أن المخالف أخطأ، أن المخالف أخطأ مع عذرهم له وإكبارهم له وتوقيرهم واحترامهم، لكنهم يخطئونه. النقطة الثالثة، وهي أن هذه المظاهر ظهرت بشكل جلي من أم المؤمنين عائشة، فقد خطأت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع هذه الأمور عالم من علماء مصر، وهو الإمام بدر الدين الزركشي، وكتب كتابا سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وحققه أستاذ من أساتذة التحقيق من سوريا، وهو الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله. فإذا هذا الكتاب يستفيد منه طلبة العلم، ثم صدرت طبعة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله. على كل حال، في هذا الكتاب عائشة تناقش وتخطئ الصحابة رضوان الله عليهم. إذا فمن باب أولى، من كان عالما أن يخطئ العالم الآخر. رابعا، رجوع السلف عن فتواهم. السلف أنفسهم بعدما كان يفتي الواحد فتيا كان يرجع عنها، وكتب أبو الفرج ابن الجوزي كتابا سماه تعظيم الفتيا، وهو كتاب مطبوع بتحقيق شيخنا مشهور حسن، ذكر فيه أشياء كثيرة متعلقة بالفتيا، ومنها تراجع العالم عن فتواه. إذن إذا كان العالم نفسه يخطئ نفسه، فكيف يقال أن العلماء لا يخطئون؟ ولكن من الذي يخطئهم؟ لا شك أنهم علماء، علماء آخرون هم الذين يخطئوا العلماء الآخرين، فعلماء يخطئ علماء، تنبهوا إلى هذا الشيء.
وأيضا نقطة تالية وهي تصريح السلف أن الحق واحد، أن الحق واحد. لا شك أن هناك ما يسمى باختلاف التنوع، مثل أذكار استفتاح الصلاة، فهناك سبحانك اللهم وبحمدك، وهناك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهناك وجهت وجهي، هذه يسمى اختلاف تنوع. لكن أن يكون في المسألة حلال وحرام وكلاهما صواب، لا، الصواب هو واحد. أيضا تصريح السلف أن كل يؤخذ بكلامه ويرد، أن كلا يؤخذ بكلامه ويرد. ثم نختم بمسألة وهي تتبع الرخص، أي تتبع زلات العلماء، فيجتمع في الشخص الشر كله. فالعلماء قد يفتوا بفتوى وهي خطأ، فيأتي آخر ويأخذها ويقول حطها بركبة عالم واطلع منها سالم. لا، لن تخرج سالما. فعلى ضوئها تنبهوا إلى هذه المسائل السبعة. تعالوا بنا نعيش مع الآثار والأحاديث في ذلك، رقم 16 و700 و1000. هاي كلها مش مكتوبة في الكتاب، هاي من نتيجة الاستقراء. 16 و700 و1000. نسمع. أخبرني سعيد بن جبير. قال أخبرني سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفا البكاري يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. إذا انظر، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن واحدا يدعى نوفا البكالي يزعم أن الذي ورد في القرآن ما قصة موسى مع الخضر أن هذا ليس بموسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وإنما هو توافق الاسم. ما رأيك يا ابن عباس؟ هل هو نفسه موسى عليه الصلاة والسلام ولا اسم على اسم؟ فماذا أجاب ابن عباس؟ نعم، قال حدثني، قال كذب، قال كذب. وكذب في لغة السلف أخطأ خطأ كبيرا. كيف تحكي أنه هذا ليس بموسى عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ نعم. طيب، رقم 17 و700 و1000. قال أبو عمر قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة. إذن أيضا أبو بكر خطأ من؟ عمر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق خطأ من؟ عمر. إذا كان عمر عملاق من عمالقة الإسلام، وهو كما قال ابن مسعود عندما مات عمر قال ذهب 19 العلم، فهو من فقهاء كبار الصحابة، ومع ذلك خطأه أبو بكر. فتخطأة العالم ليس انتقاصا له، فالعلم لا يقبل الجمود، لكن عالم مقابل عالم، فالمخطئ من؟ أبو بكر. تنبه، وهي مسألة عندما قال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل يا أبا بكر من قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم يقولونها، فكيف تقاتل هؤلاء مانعي الزكاة؟ فأجاب أبو بكر قال له تتمت الحديث إلا بحقها، أي حق لا إله إلا الله، وفي رواية ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وحق المال هو الزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال فما كان إلا أن شرح الله صدر عمر لكلام أبي بكر. إذن لا يجوز أن تقول كل العلماء مصيبون وكل مجتهد
مصيب، حتى بين الصحابة يوجد صواب وخطأ، وهذا تطبيق عملي. إذا هذان مثالان، احفظ، هذا مهم، هذا مهم. طيب ننتقل إلى رقم 27 و700 وألف. أيوة. قال: وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم. انظر، طبعا على خلاف علي بن أبي طالب في زمانه ظهر مرتدون فأحرقهم، فقيل قتلهم ثم أحرقهم، وقال قتلهم بالحرق. فمن أنكر علي؟ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. مع أنه علي ماذا؟ أولا ولي أمر المسلمين، فهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت وأمير المؤمنين. اثنين، فقيه من فقهاء الصحابة. ثلاث، مبشر بالجنة. فضائل علي رضي الله عنه كثيرة جدا، حتى جمعها الإمام النسائي في كتاب سمى خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام النسائي. فعلي بن أبي طالب له خصائص كثيرة، ومع ذلك خطأه ابن عباس. لكن بما أنه ولي أمر المسلمين، أن يكون التخطئ بالسر، فمن وجد من أميره شيئا فلا يخطئها أمام الناس، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد من أميره شيئا فليخلو به. يا جماعة، إذا إحنا، لا أنا أمير ولا أنت أمير، لو أنا أخطأت قدام الناس قعدت تشهر فيه فأصبح أكابر، ببطل أقبل الحق. فكيف بأمير وولي أمر أخطأ تأتي وتفضحه إيش أمام الناس؟ هذا ليس من ديننا، وبالتالي فليخلو به، فليخلو به. نعم. إذن هذا مثال ثالث، أن الصحابة خطأوا فقيها وهو علي بن أبي طالب. فمثال رابع، 30 و700 وألف. أيوة. وقيل لابن عباس رضي الله عنه: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن أيضا هذه مسألة رابعة، خطأ فيها ابن عباس من؟ علي بن أبي طالب، فقيه يخطئ فقيها. ما هي هذه المسألة الرابعة؟ لا نقرأنا، ما هي المسألة الرابعة؟ نعم، ماذا قال علي؟ نعم، علي بن أبي طالب يفتي أنهم ذبائحهم أهل الكتاب لا تؤكل، لأنه لم يبقى من دينهم الذي يطبقونه إلا إيش؟ إلا شرب الخمر. فبين له ابن عباس: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن هم ما زالوا على دينهم. فهذا مثال رابع، فنحن نأكل من ذبائح أهل الكتاب ما لم يذبح على النصب، قل باسم المسيح، لا هذا ما بصير تأكل منه، هذا موضوع آخر. أو خنقه، كما في بعض البلاد يعتبرون الذبح بالطريقة الإسلامية تعذيبا للحيوان، فيخنقون الدجاج بالغاز، بيدخل له 1000 دجاجة فيقعد يذبح: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله، قال لك، فيدخل عليها إيش؟ الغاز، فتخرج ميتة. أو يغطسونها بالماء فبتنخنق. فأنت إذا أجاك دجاج من بلاد غير إسلامية فاحذر أن تأكلها، فأقل ما يقال أنها شبهة، أقل ما يقال أنها شبهة. وحتى إخواني في الله، في الاستراحات هناك دجاج برازيلي ومنه ما يسمى سادية، ويعد في الاستراحات وأنت تذهب إلى العمرة
وبالتالي أقل ما يقال أنه شبهة. وعندما حصل معي وبفضل الله لا أكل من هذا المستورد من غير بلاد المسلمين لأنه برازيلي، فدعاني أحدهم إلى طعام في إحدى الاستراحات، قلت له جزاك الله خيرا أحضر لي طبق بطاطا. قال شو يا شيخ، أنا دعيتك وأنت حبيبنا وصديقنا تطلب فقط يعني صحن بطاطا، طبق بطاطا؟ قلت لأن هذا الدجاج الذي عندهم دجاج برازيلي وبالتالي مجمد، جاء من غير بلاد المسلمين، فأقل ما يقال أنه شبهة. قال يا شيخ كلامك صحيح، لكن هذه الاستراحة بالذات تأتي بالدجاج السعودي وليس بالدجاج البرازيلي. قلت له لنسأله، فذهبت أنا وإياه لنسأله، فإذا به رجل أعجمي لا يتكلم العربية إلا القليل. فقلنا له وأنا المتكلم: أنت رجل صادق، أنت رجل مأمون، ولكن عندنا سؤال. قال إيش حبيبي صديقي، إيش سؤالك؟ واحد نفر. قلت له فقط الدجاج الذي ستعده لنا ذبح أين؟ قال هذا سعودي. قلت مدام سعودي إذن هذا من بلاد المسلمين فأكله، لكن عندي طلب منك صغير. قال ما هو طلبك؟ قلت أن أرى الدجاج. قال هذا ممنوع، ولكني سأريك أنه دجاج سعودي. فأحضر الدجاج وإذا به سادية برازيلي. قال انظر سعودي. قلت له هذا سادية. قال سعودي ولا سادية؟ ما صديقي هذا سعودي. قلت له يا سعودي. فقال إذا زميلي طبقين بطاطا لعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نزلت على استراحات أثناء سفر البر في ذهابي إلى مكة والمدينة، ووجدت نعم هناك لحوم طازجة، ووجدت هناك دجاج طازج، لكن إذا لابد أن تفحص لأنه الأغلب شماله برازيلي، واللحمة هندي إنديا. فتنبه إخواني في الله، طبعا أنا أنبه الإخوة لأني ذكرت لكم أنه أكثر، خليك معي، لأني ذكرت لكم أنه أكثر من 20 رحلة عمرة كنت مرشدا فيها، وبالتالي بفضل الله مكة والمدينة عندي مثل وسط البلد. عندنا في عمان أعرفها تماما، وأعرف طرقها وأعرف أماكنها، وبعض الإخوة الموجودين لا شك أنهم أصبحوا الآن عندهم دربة ومعرفة. نرجع إلى موضوعنا، وهو أن الصحابة عندهم العلماء يصيبوا ويخطئوا. أيضا رقم 32 و700 و1000، انظر الخلاف بين السلف في مسألة في الميراث. نسمع. وقال علي رضي الله عنه: المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى. انظر المكاتب، من يعرف من المكاتب؟ من المكاتب؟ تفضل يا عبد الله. العبد الذي يريد حرية فيشتريها من سيده فيكاتبه. نعم يشتري نفسه، عبد يباع ويشترى، يشتري نفسه من سيده ويطلب السيد ثمنا، فيقول له سجله علي وأنا سأسدك، سأذهب لأعمل وأسدك، ويتفق على زي دفعات شهرية حتى يعتق نفسه. فهذا إلى متى يبقى عبدا؟ إلى أن ينهي سداد ثمنه، أم من البداية أصبح حرا؟ في خلاف بين السلف، وهناك صواب وخطأ. فقال علي: هو حر بمقدار ما أدى. القول الثاني. فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم. هو عبد ما بقي عليه إيش؟ درهم. أي خلاف. ثلاث. وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. إذن الثلث. أربعة. وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه. هذا الرابع.
5. وقال شريح إذا أدى قيمته فهو غريم. 6. وعن ابن مسعود أيضا مثله. 7. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة هو عبد ما بقي عليه درهم. إذن كما ترون السلف اختلفوا في هذه المسألة على حوالي 5 أقوال، ففيها صواب وفيها خطأ، فلا يقال الكل على صواب. طيب إذن كلام ابن عبد البر يدلل من آثار السلف. طيب صفحة 21 و900، رجوع السلف إلى الحق وعن الخطأ، كان الواحد فيهم يرجع. 1751. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعك قضاء قضية قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق. ها إذن أنت، هذه وصية من؟ عمر بن الخطاب إلى من؟ أبي موسى الأشعري في توليه القضاء، أنك ربما تقضي اليوم قضاء لكن يتبين لك أنه خطأ فترجع عليه، ترجع عنه، هذا شيء مهم. أيوة. فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. إذن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، وهذا في كل شيء يا جماعة. أنت أخطأت مع أبيك، اعتذر وارجع، أفضل من أن تتمادى تقول لا أنا ما غلطت، مين اللي غلطان؟ أبوي. أبوك هو فعلا غلطان وما كسر رأسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما كلنا يخطئ، لكن احرص على ألا تتمادى في الخطأ، ويبين لك الشيطان ويبرر لك خطأك. طيب إلى أن قال: والرجوع إلى الحق أولى من التمادي إيش في الباطل. رقم 54 و700 و1000. وقال أشهب: سمعت مالكا رحمه الله يقول. إذن أشهب هذا من أشهر تلاميذ الإمام مالك، أشهب وأصبغ وابن القاسم، فهؤلاء من مشاهير تلاميذ الإمام مالك. فماذا يقول أشهب؟ قال: سمعت مالكا رحمه الله يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. إذن إذا جاءك من يجادلك ويقول لك كل العلماء مصيبون وخذ من تريد، فأول شيء تقول له: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن العلماء يصيب ويخطئ. 2. السلف خطأ بعضهم بعضا، وتذكر له الأمثلة التي ذكرتها لك. 3. تأتي النقل عن الإمام مالك يصرح: ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد. لكن كيف تتعامل مع المخطئ؟ أنه مأجور، لأن هذا عالم أخطأ من حيث أراد الصواب، فله أجر على خطأ. نعم له أجر لأنه اجتهد. طيب الآن تصريح السلف كل يؤخذ بكلامه ويرد. صفحة 925، صفحة 925، نسمع. 1761. قال عن الحكم بن عتيبة: الحكم بن عتيبة من فقهاء التابعين، وكثير من الناس لا يعرف فقهه، والسبب هم تلاميذه لم ينشروا علمه. فإذا رأيت عالما لا ينتشر علمه فاعلم أن السبب من؟ التلاميذ. تلاميذ بيحضر الدرس وبهز راسه ولا يدعو إلى علم الشيخ. يعني حضرتك أنت جاي على الدرس، فكرت تجيب معك 2 ولا 1 جايبك أنت؟ دائما احرص إذا جئت إلى درس أن تحضر على الأقل 1 معك حتى تنشر علم شيخك. 2. إذا انتهى الدرس سجله وانشره بين الناس. 3. أنت درسه ولو للأقربين،
يا أخي درس زوجتك، درس ابنتك، درس أولادك. طب ما عندك الزوج والأولاد، اجمع درس أمك، درس أمك. ما عندك إش أم كمان؟ طيب ماشي، اجمع أولاد الحارة درسهم. تستطيع أن تنشر العلم وتدعو إلى الله، لا تجد لنفسك مبررا. أما تظلك إيش؟ نايم. ما بدنا هذا النوم، شبعنا نوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صوت واطي. نعم. 62,700,000. قال عن أبي عمر قال قال لي سفيان بن عيينة. لا نقرأ كلام عفو الحكم بن عتيبة. قال ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. من الذي لا يخطئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسدد بالوحي. نعم. أما ومجاهد ماذا يقول؟ 62,700,000. قال مجاهد ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. رقم. الآن انظر، السلف كانوا يحذروا أن تتتبع الرخص. ومعنى الرخص أي زلات العلماء. حذر السلف من تتبع الرخص أي الأخذ بزلات العلماء. فهناك من أهل العلم من أجاز نبيذ الكوفة، فتقول في نبيذ معناته خليني أشرب لإيش؟ هذا زلة. هناك من أفتى بجواز إتيان النساء في أدبارهن، وهذا خطأ. وهكذا في أمثلة كثيرة. فبالتالي إياك أن تتتبع الرخص والزلات. تقول للشيخ الفلاني أفتى بجواز البنك الإسلامي وهذا زلة، وبينا حرمة البنك الإسلامي في مجلس آخر فلا نعيد. وهكذا في أشياء. هناك من أفتى بجواز الأغاني والمعازف وهذا فتوى باطلة، لا تتتبع زلات العلماء. وهكذا. إذن دائما كن مع السنة، كن مع الدليل والبرهان بإشراف شيخك، لأنك في البدايات لا تميز، لكن تحتاج إلى شيخ ثقة يتقي الله فيك فيعلمك الصواب ويدلل على تعليمك بالدليل والبرهان، ويرتقي بك حتى يعرفك الخلاف، ثم يعلمك أدوات الترجيح، وهكذا تصعد خطوة خطوة حتى تصبح طالب علم مكين صاحب ملكة فقهية. وهذا يحتاج منك أن تكون قريبا من الشيخ قرب خفيف الظل، ولست ثقيلا. طيب شوف الآن إنكار السلف على تتبع الرخص اللي هي زلات العلماء. رقم 66,700,000. قال سليمان التيمي قال لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يجتمع فيك الشر كله، شو بتساوي؟ بدخن. ليش؟ في عالم قال جائز. شو؟ بسمع أغاني. ليش؟ في عالم قال نسمع أغاني. شو؟ والله أنا بشتغل في البنك. حتى في بنوك مش الإسلامية غير الإسلامية أباحها بعضهم. شو؟ يعني كل الشر شو ماله؟ اجتمع فيك لأنك تتبعت زلات العلماء. طيب 67,700,000. قال لي في النهاية. لا، قال أبو عمر. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. إذا لا أعلم فيه خلافا. الآن سينتقل إلى مبحث آخر وهو موضوع الجدال، وهذا الموضوع مهم جدا في هذا الزمان خصوصا لأننا نرى الجدال بكثرة كثيرة في هذا الزمان. وين؟ على الفيسبوك وعلى الواتس أب.
فنجد هذه الأماكن أصبحت مكان للنقاش لمن هو أهل ولمن ليس أهلا. عالم يعطي درسا فبنزلوه على اليوتيوب، بيطلع ولد عمره 15 سنة فبصير يتعقب العالم ويورد عليه أشياء، والعالم هذا مسكين بيجي يقرأ بأخذ أول إشي دواء الضغط ومميعات عبين ما يفهمه، وهو إيش مش فاهم شو بده يفهمه، لا دارس أصول فقه ولا قواعد فقهية ولا عقائد ولا حديث ولا لغة ولا حديث ولا إشي، بس إيش محكم عقله بقول لك أنا أناقش العلماء. نعم تناقش العلماء لأنك من الجهلاء، وكما قال أحدهم ما ناقشني عالم إلا غلبته وما ناقشني جاهل إلا على خلاف إلا وغلبني، وبعضهم يقول إلا غلبني. خلاص يا أخي أنت صح، حل مشان اللي خلقك حل عني يا زلمة، جلطني أنت غلطان يا شيخ. يا أخي غلطان، اعتبرني غلطان، شو أناقش فيه؟ وهذا أكبر ما يكون أيضا عفوا إذا كان المناقش ليس عربيا، لسه فوق أنه مش دارس أصول فقه بفهمش إيه عربي، ثم يريد أن يناقشك أنت كافر، أنت واحد كافر. أنا كافر؟ آه. طب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخلت في الإسلام؟ ما بعرف. أنت كافر يا زلمة. طب شو بدك؟ بدي أطخك. طخني يا زلمة، لأن إذا بناقشك رح أنجلط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعلم الشباب الصغار التكفير ويدخل في المراء والجدال. يا أخي إذا مش كافر مبتدع وقاعد لي ورا الكمبيوتر أو ورا الخلوي، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق. عن مين بيحكي؟ عن علماء المسلمين. فهذا زمن التردي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي تردى فيه العلم وتردى فيه الطلبة، وأصبحنا نرى طلبة علم عجاف ضعاف، لأنه بقعد بالثلاث أربع ساعات عويه على الخلوي. كانوا زمان طلبة العلم يقعد ثلاث أربع ساعات وين؟ بين الكتب. الآن بقعد ثلاث أربع ساعات عليه على الخلوي، وبقول لك والله ما أدريت كيف راحل، وبدي أجادل، واحد بقول لي انا بدي ادعو للاسلام، في مين متناقش؟ بدي اناقش النصارى والمجوس. طب انت درست عقائد؟ والله شيخ ما بدها دراسه هاي، انا هسه بوريك فيهم. بقول له راجع صفر الله العظيم، ولا هو بتشكك؟ والله يا شيخ فعلا في حكوا شغلات، والله بجوز اصير اعبد النار. نار او فار؟ والله ما في واحد بيعبد فيران اقنعني. بدك تعبد فار؟ والله ما انا عارف الفيران، انا عاد بحبش الفيران. انتوا تفكروني بمزح؟ انا بتكلم عن اشياء واقعية. فبعضهم يريد ان يدخل ليصلح فيفسد بسبب انه ليس اهلا للنقاش لنناقش. هذا علم. فانظر ماذا السلف. اولا رقم 68 و700 والف. انظر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. إذن كفر، إيش يعني كفر؟ يعني يؤدي إلى الكفر إذا بتجادل في إيش؟ في القرآن. قال يصير فيه إلى الشك. والآن والعياذ بالله يا جماعة، ناس متخصصين على وسائل التواصل الاجتماعي فقط تخصصهم يشككك في إسلامك، يشككك في السنة، يشككك في مين؟ في العلماء، فيورد عليك الشبهات. بل منهم من يشككك في الله والعياذ بالله. فاحذروا
المراء في القرآن إيش؟ كفر. ثم قال ونهى السلف في آخر الكتاب الصفحة، ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال بالله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه. انظر، السلف كانوا ينكرون الجدال في أسماء الله وصفاته. لما؟ لأنهم يسلمون نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تبديل ولا تعطيل، كان مسلمات. وقالوا من عرض نفسه للخصومات أكثر التنقل، سوف يأتينا الآن. إلى أن قال أيوة، وأما الفقه كلام ابن عبد البر، وأما الفقه فأجمع على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الوصول للحاجة إلى ذلك. في الفقه كان العلماء يتناقشون، أما في العقائد فكان مسلما بينهم. ما ظهرت هذه الفرقة في العقائد إلا بعدما دخل أهل الكلام وأدخلوه على الإسلام. أيوة، وليس الاعتقادات كذلك. إذن ما في نقاشات في المعتقد بين السلف؟ نعم، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء. نعم، وليس كمثله شيء. رقم 69700000. أيوة، وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه. إذن هذا حديث حسن يحسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخنا الألباني. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فهذا الشيطان يدخل على الإنسان تشكيكات. عندما يبدأ يسألك عن الله أسئلة فعندها تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. رقم 70700000. قال عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. اللي بقول لك أنا جاهز للنقاشات مع الملحدين أو المبتدعين أو المشركين وليس أهلا لذلك، فهذا عرضة لإيش؟ للتنقل. هذا عرضة لإيش؟ للتنقل. رقم 71700000. قال عن إبراهيم كانوا يكرهون التلون في الدين. التلون يعني مرة تجد على السنة ومرة تجد على البدعة ومرة تجد مع العباد ومرة تجد مع الفساق. تلون عجيب. أحدهم قابلته ما شاء الله صاحب سنة، لحية وثوب، كم عمرك؟ 20. بعد سنة ولو حالك لهيته لابس لك أبوي. شو هذا؟ الله يهدينا يا شيخ. بعد سنة ولو راجع مطلق لهيته دشداشة وهذا وإيش وهذا، ما شاء الله رجعت. قال الحمد لله شيخ، ادعينا الله يثبتنا. بعد سنة لو حالك لهيته لابس لك أبوي. الزلمة شو مالك؟ اثبت لك أشغلي. بعد سنة بجوز ثلاث أربع خمس، خلال خمس ست سنين صار قالب أربع خمس مرات. تنقل. الله يثبتنا يا جماعة، نسأل الله الثبات للممات. فبالتالي تنبهوا. هذا واحد. اثنين، واحد أجاني مرة فإذا به مع الحزب الفلاني ناقشته، قال والله كلامك صحيح بس بدي أسمع لغيرك، فراح سمع لغيري إلا هو راح على الحزب الثاني. إيه أجا ناقشني قال لي كلامك صحيح بس بدي أسمع للحزب الثالث، راح على الحزب الثالث صار منهم. إيه مالك يا زلمة؟ أي واحد إيش بلعب فيك بتصير زيهم؟ بسبب قلة العلم، بسبب قلة العلم. وجاءني أحد المبتدع ممن هو رأس في منطقته وقال أريد أن أناقشك وكنت حديث عهد بزواج. فقلت له تفضل عندي في البيت. فعندما بدأنا النقاش وكانت زوجتي تسمع الكلام ولكنها ليست بطالبة علم تعرف النقاشات، أنا أناقش في الاعتزال ومسائل دقيقة. فإذا به بعد النقاش تقول لي زوجتي أنت غلبته، وكيف عرفت وأنت يعني لست طالبة علم في هذه المسائل؟ قالت لأنه نرفز
وصار يقول لك أنا كافر أنا كافر، فهذه لا يقولها إلا المفلس. قلت والله ضابط كويس إنه هذا يحكم على الشخص أنه أفلس أم لا. تنصر يقول لك أنا كافر أنا كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب 72,700. قال عن إبراهيم النخعي في قول الله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال في الدين. إذا إنسان حبب إليه الجدل في الدين فهذا يسبب الفرقة بين المسلمين. رقم 74,700. قال أن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة، ها يعني عندهم مجالس سرية، شو هذا؟ فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هؤلاء علامة الضلالة. الحمد لله مجالسنا مفتوحة وتبث على الانترزفت على الفيستيس وما شابه، على خايف يشطبوا لنا اياها هذا بسب عليك. فالشاهد من هذا انه مجالسنا والحمد لله مفتوحه ومعلنه، واعطونا نعطي في المسجد الحسيني مستعدين. انتم اللي بتضيقوا علينا، لكن احنا مستعدين. لسه عندنا مجالس خاصه، مجالس عامه نعم في مواضيع دقيقه، فبعض الناس بقعد بفهمش ولا يجي، هو نفسه ايش بقوم تاني اعطي درس انا في اصول الفقه ومباحث العلل عند الاصوليين ومسالك العلة عند، يقول لك شو بيحكي هذا قاعد، فبسحب حاله ايه بقوم بروح. طبعا انا ما طردته، فهذا هو. اما اذا واحد قال لك تعال تنقعد لحالنا، بيجي لو سمحت تحكيش قدامه، معناته هذا علامة ايش؟ الضلالة. هذا علامة الضلالة. 75,700. قال عن خالد بن سعد دخل أبو مسعود، دخل أبو مسعود على حذيفة فقال عهد إليه، قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى. قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. أها، وإياك وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إذن الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتصحح ما كنت تنكر. شو حضرتك سلفي؟ سأنكر عليك. بعد شوي ولا هو ايش؟ سلفي. بعد شوي ولا هو بينكر؟ السلفي. اذا ما رسخ لك على بر هذا تلون، رسالك على بر وهكذا. فالتلون سبب التلون سببان، ما هما؟ واحد نعم الجهل، قلة العلم. اثنين نعم التعرض للخصومات وبالتالي الدخول في الجدالات. ابقى عند شيخ تثق في دينه وفي علمه يعلمك وابتعد عن النقاشات. اما كل واحد فاضي جاي يناقشك تتعرض له، هذه فتنة عليك، تصبح قابل للتلون والتغيير. طيب 75 وين صرنا؟ 77,700. قال عن بكر بن مضر قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إذا بعض الناس تخصص جدل وعند العمل ما في عمل، بيجي بقول لك بدي أناقشك، طب هي أذن تعال تروح على المسجد، لا بصلي هون. معناته جدل إيش هذا؟ جدل باطل. ومن أغرب القصص أن أحد طلاب المدارس، وهذه قصة قديمة قبل الخلويات قبل حوالي 25 سنة، كان في الصف فإذا بأحد الأساتذة يقول للطلبة هل هناك أحد عنده كتاب؟ كان هذا الأستاذ يعني يراقب عليهم وليست حصة، بسموه إشغال. فقال هل هناك أحد عنده كتاب؟ أريد أن أشغل وقتي. فقال الطالب فأخرجت له كتاب الشيخ علي الحلبي حكم الدين في اللحية والتدخين، فهو حليق فلعل الله ينفع به. قال فأمسك الكتاب، فأول الشيخ بحذر من الدخان فاندمج راح ولع سيجارة وصار إيش شو. طب ما الشيخ قاعد بقول لك حرمة الدخان، اندمج قال يا سلام الكلام نريد تطبيقا، احنا بدنا علم من غير تطبيق. وجاءني احدهم وقال يا شيخ
قلت له ماذا؟ قال أنا معي شهادات في الشريعة الإسلامية. قلت له تمام، لكن أين التطبيق؟ لو كان للعلم شرف دون التقى لكان من أشرف الخلق مين؟ إبليس. في حدا بيقدر قد إبليس علم؟ بحطك في جيبته صغير، هذا إذا لو جيبه. هذا أمور غيبية لا نستطيع الدخول في تفاصيل. شو أنت بتقدر لإبليس؟ إبليس أبصر قديش عمره، وجالس علماء وفقهاء وسوسلهم وما خلى حدا عنده علم، حضر دروس الدنيا ودوراته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يبعده عنا. نعم. 78,700,000. قال سمعت الجزاري سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي، لا أريد أن ألطخ بها لساني. هذه مسألة مهمة جدا، فتنة حصلت بين الصحابة وانتهت، ونجى الله عز وجل منك سيفك ودماؤك، فكيف تلطخ لسانك في هذه المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا بعض الناس يثير مسألة، أريد أن أثير مسألة بين الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني الأول مات والثاني إيش؟ مات، ويبدأ النقاش والكلام على العلماء يا أخي اتق الله، لابد أن تبحث مسألة ينبني عليها عمل، وإلا بعدما نجاك الله من هذه الفتنة وقعت بها بإيش؟ بلسانك. 81,700,000. قال عن أبي عن ابن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. إذن سوف يصبح هناك جدال في الله، في صفاته، في أسمائه، والعياذ بالله، ونحن ندرك هذا الزمان. هناك من صعد أحد الخطباء في أحد المساجد عندنا في الأردن فقال أيها الناس لا تؤمنوا حتى تقروا بهذه الأصول، ثم بدأ ينفي الصفات عن الله، لا أريد أن أذكر كلامه، كلام مقسي القلب، ينفي الصفات عن الله. فقام له أحد كبار السن بعكازته وأنزله عن المنبر، قال تأتينا بدين جديد، اتق الله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فقط آية واحدة أسكته. طلع واحد من المصلين خطب خطوة هيك، الله أكبر، صلوا وانتهت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا موجود. طيب انتبه الآن، وهي المسألة الأثر الأخير 84,700,000 عن مالك. منهج مالك ماذا في العقائد والخصومات؟ مالك لا يقبل نقاش أحد من الناس في العقائد، بل حتى في مسائل الفقه هو يعرض الفقه، فمن شاء قبل ومن لم يشأ لا يدخل معه في نقاشات، غير مدرسة أهل الرأي في الفقه. اسمع كلامه الآن. قال 84,700,000. قال قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. نعم، هذا طبقه شيخنا الألباني في آخر حياته، فبعدما قضى أكثر وقته وهو يجادل أهل البدع وينصر السنة كبر وطال عمره وضعف جسده، فقال أما الآن فسأطبق، إلقي كلمتك وامشي. إذن هذه الكلمة تكون في ظرف، وشيخنا الألباني كان يجتمع عليه 10 يريدون نقاشه، وبفضل الله يسكتهم جميعا، فهو أسد السنة، وهو المعروف في الجدال والنقاش وإظهار السنة ومجادلة أهل البدع. ومن النقاشات
التي خدم أهل الأردن فيها أنه أبطل جماعة التكفير. وقد التقيت بأحدهم بعدما تاب وهو الآن في سن الثمانين، فقال عندما جاء الشيخ الألباني إلينا ويريد أن يناقشنا في مسائل التكفير، وكان قد قارب العشاء على الأذان وكان المسجد بعيدا، قال فأذن العشاء فقمنا فلم نقبل أن نصلي وراءه. لا يريدون أن يصلي وراء مين؟ الإمام الألباني. فقال الألباني لا بأس، ليؤم أحدكم وأنا أصلي خلفكم لا بأس، أنا لا أكفركم. قال ثم بعد صلاة العشاء اشتغل النقاش بيننا وبينه في مسائل الإيمان والكفر، وإذا به يسقط حجة وراء حجة ويسقط دليلنا مرة تلو الأخرى حتى أصبحنا مفلسين لا حجة لنا. ثم بدأ يعرض علينا السنة ويثبت العقيدة الصحيحة في قلوبنا حتى أذن الفجر، يعني 10 ساعات نقاش. قال فعندها عندما قمنا إلى الصلاة قلنا تفضل يا شيخنا فأم بنا. العلم متى وجد محقت البدعة ومحق التكفيريون ومحق أهل البدع، فازدد علما يا طالب العلم لتدعو إلى الله. فإذا كبر سنك فطبق ما قال مالك لا أناقش أحدا، وطبق ما قاله شيخنا الألباني إلقي كلمتك وامشي. نسأل الله عز وجل أن نحيا وإياكم على السنة وأن نموت على السنة وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.